كلمة واحدة فقط، أفضل الحسنات وأفضل ما في الكون كله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة أتبعها حسنة تمحها. فقال الرجل: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات. كلمة عظيمة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكرروها دائما واجعلوها على ألسنتكم. ختم الله أعمارنا وأعماركم عليها، إن الله على كل شيء قدير.